المرأة الإماراتية اليوم أصبحت وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات تحظى بأعلى المراتب، سواء كان من الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. هذا الدعم جاء من بدايات الاتحاد، ونحن اليوم نصل إلى مراحل نفتخر بها كمرأة إماراتية في الكثير من الأدوار التي تساهم في بناء هذا الوطن. وأن إعلان سمو الشيخة فاطمة هذا اليوم في أن المرأة شريك في الخير والعطاء يدل على تضحية المرأة الإماراتية ومشاركتها الفعالة في بناء هذا المجتمع. كما أن لا ننسى دور أمهاتنا، أمهات الشهداء اللاتي ربينا أولادهن على التضحية وعلى خدمة هذا الوطن. كما أغتنم هذه الفرصة لتهنئة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على جهودها الدؤوبة التي ضمنت حصول المرأة الإماراتية على أعلى المراتب في النطاق المحلي والعالمي.